حضرتك دلوقتي انا عندي بنتي مقبله على الزواج ومتقدم ليها شاب. انت بنتك مقبله على الزواج؟ ايوه. ده انت صوتك صغير خالص يا امه الله. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. اتفضلي. هي الحقيقه انا دلوقتي احنا المفروض يمكن هنقعد معاه اول قعده في لوحده، هو قعده تعارف. تمام. بس هي يعني للاسف ان باباها مغيب مش موجود. ها. فانا اللي هقعد معاه انا مثلا اخوها في قعده تعارف، فانا عايزه اعرف دي قبل قعده الاتفاقات خالص، دي اول قعده. فانا عايزه اعرف ايه الاسئله اللي اولياء الامور ممكن يسالوها، لان دي اول بنت عندي انا ما جربتش ان انا اتجوز حد قبل كده. فايه الاسئله اللي اولياء الامور يسالوها للخاطر دوت عشان يطمنوا ان هو انسان كويس، واحنا سامعين عنه الحمد لله ان هو اخلاقه كويسه طباعه كويسه، بس لو هو كده لكن درجه زي مثلا او ما بيصليش الفجر، هل الحته دي تفرق يعني دي بتبقى فيصل مثلا ولا ايه بالظبط الحاجات اللي تطمني من ناحيته ان انا اديله بنتي؟ الاسئله اللي انا ممكن اسالها له بحيث اطمن. طيب اسمعي. خصوصا العيب بقول لحضرتك عليا كله، هو والدها مش موجود. حاضر حاضر. مفيش عم، مفيش جد، مفيش راجل كبير في العيله؟ لا هو في حضرتك عمها، بس ده هيبقى في القعده الثانيه اللي هي بعد التعارف اللي هي بقى فيها الاتفاقات. تمام. بس عايزه الاول اطمن، وكمان الرجاله هي اللي هتتكلم، بس انا عايزه اطمن له الاول ان هو ده الشخص المناسب فعلا. طيب طيب اسمعيني يا امه الله، ربنا اولا يا رب يجبرك ويتولاكم برحمته اللهم امين. نعم. طيب ادوني فرصه اجاوب ولا ايه؟ ناخد الاتصال الثاني. لا خلينا اجاوب على امه الله عشان تمام. بصي يا امه الله، اولا ربنا يتولاكي، وربنا يا رب يعني انا عايزاكي دايما تدعي باسم الله الوكيل، وكلتك اموري انا واولادي، يا رب غاب رب هذا البيت وانت رب الكون، اللهم تولى بيتي يا رب باسمك القائم، باسمك القيوم الحي القيوم القائم على القيوم على نفسك والقائم على امور عبادك، ادعي باسم الله الرب واسم الله الوكيل يتولى امورك، وكلي امورك وامور اولادك، وربنا سبحانه وتعالى يصدق قولك. القعده وعشان اعرف ده مناسب ولا لا، مش بس بالقعده ماشي. بصي بنسال عليه مكان شغله، بنسال على العيله، بنسال على القرابه، عمات اخوات الزوج، اخواته الصبيان واخواته البنات، العيله، تعاملهم مع الجيران، ده لازم ده لازم. واللي يقوم بالكلام ده راجل او حد مؤتمن في منطقتهم مثلا انتوا عارفينه، او يبقى مؤتمن على الكلام ده. انا عايزه اقول لك ان في ابهات بيروحوا لمديره في الشغل ولاصحابه في الشغل ويسالوا. طيب ده جزء. والخطيب ما يزعلش، مش عايزه الشباب يزعلوا من حاجه زي كده، انت حد واثق يبقى تمام خير وبركه. النقطة الثانية اللي أنا عايزة أقولها لك، يبقى أول حاجة السؤال تمام؟ بعد كده بستخير الله سبحانه وتعالى على اللي أنا سمعته وعلى اللي أنا هشوفه في القعدة. إيه اللي أنا بسأله في القعدة؟ يا ابني كلمني عن نفسك تمام؟ وأنا كنا نصحنا العرسان قبل كده عشان الأسئلة دي، كلمني عن نفسك، اسمعيه وهو بيتكلم، والله أنا وضعي كذا وشغال كذا وأقدر أعمل كذا وعايش في بنتكم في الأمر الفلاني. في ناس بيسألوا على المرتب، أنت بتقبض كام؟ طب الإيجار هيبقى بكذا؟ هتقدر تعيشها بكام؟ وفي يقول لك لا يعني أنا هقدر أعيش عيشة كريمة وملكيش دعوة بالمرتب كام. يعني في ناس بتسأل، نوع من الأهالي العروسة بيسألوا، وبرضه مش عايزة الشباب يعملوا لأن ده كان متعارف عليه فترة من الفترات، معرفش إيه اللي جرى الأيام دي. وفي يقول لك لا انا اقدر اعيش عيشه كريمه واقدر كذا واقدر. هو طبعا الاب او الاهل العروسه بيبقوا عارفين انا شغال في المكان الفلاني في الرينج تقريبا في ده، فيقدر يعيش بنتي عيشه كريمه. طيب موضوع الصلاه والكلام ده بيبان، حتى لو هو كده موضوع صلاه الفجر يعرفه الناس اللي قريبين منه. يعني طب هو بيأثر في صلاه الفجر يعني تكاسلا، يتنصح ويتقال مره واثنين وثلاثه. طبعا انا مش عايزه يعني اشدد قوي واقول اللي ما بيصليش الفجر ما كذا، لكن صلاه الفجر معناها معنى جميل جدا، فهو في ذمه الله، ده واحد في طول النهار في ذمه الله، فاللي بيضيع ذمه الله ده امر انت مستغني يعني صعب يعني. لكن ينصح والكلام ده ويتم، واعرف نساء رجال كتيره جدا جدا وبفضل الله خطيبته كان كذا وبقوا يصحوا بقى والهيصه اللي بتحصل دي، وبقوا الحمد لله ده يعني تقول لك ده عنوان بيتنا صلاه الفجر. تمام. ايه الاسئله اللي اسالها له؟ خليه هو يتكلم. طبعا احنا في حلقه انا قايله فيها تقريبا 37 سؤال، وضفت عليهم بتاع حوالي اربع اسئله، ثلاث او اربع اسئله كام، حوالي 40 سؤال. ممكن ترجعوا الحلقه على اليوتيوب، لكن انا عايزه الجلسه الاولانيه ديت خليه يتكلم.
خليه يكلم وكذا، منظورك ايه لموضوع الزواج، يعني شايف الزواج ازاي، ايه ايه اللي مثلا كنت تتمناه في العروسه وعايز يبقى الدنيا شكلها ايه، وخلي برضو البنت تبقى قاعده موجوده وسمع الكلام ده، ويبقى في حوار ما بين، خلوه يتكلم وخليه يقول هو ايه وناوي يعمل ايه ومستقبله ايه. اسمعي الكلام، والله انا جاي كذا وظروفي كذا، ناوي اخطب كذا في 6 شهور، الدخله هتبقى بعد كذا، انا ناوي اعمل كذا واجيب كذا واذا كان الاتفاقات على كده نجيب اهلنا ويقروا الفاتحه واسالوا علينا يا جماعه واعملوا. وبعد انت ما بتسمعي منه بتقومي جايه رايحين سالين بقى وتشوفوا صحه الكلام اللي هو قاله والكلام ده، وتستخيري وتدعي ربنا سبحانه وتعالى. السؤال بتاع عن في وسط بيته وفي وسط منطقته وعند شغله وتعاملاته مهم جدا. السؤال على اهله، ام الزوج عامله ازاي، ابو الزوج، في عم اخو الزوج، اخته، مش عارفه حد من عندهم، في قضايا اخلاق ولا قضايا جنائيه ولا، اساله اساله وما ترموش البنت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها زيجه صالحه، وربنا يفتح عليكي بالاسئله وتطلعي من الامر تبقي مرتاحه. اللهم امين يا امه الله.